والآن مع برنامج البرنامج مع باسم يوسف. نفس الكوبري، نفس النيل، نفس القميص، ورايحين الميدان تاني عشان نحاول نقنع الناس اللي جوه الميدان ان هم يمشوا. في كميه ناس اتقتلت واتصابت بما فيه كفايه عشان يقتنعوا ان انا نازل النهارده عشان اثبت ان كل الناس اللي موجودين هناك يا اما قابضين فلوس يا اما واخدين سجاير ميرات، واخد كام سيجاره فرط عشان نعمل مؤامره على الميدان. كل واحد عليه سيجارتين. فاحنا هنثبت ان شاء الله ان توفيق عكاشي صح، وان التلفزيون المصري صح، وان كل الكلام اللي بيتقال صح. فخلوكم معانا. بعد الاعتداءات اللي احنا شفناها ووقوف جنودنا البواسل ضد الموتوسيكلات، حبينا نعرف ما هو السبب اللي خلى ان هؤلاء الموتوسيكلات المندسه انها تخش الميدان. فكنا عايزين نسال واحد من الناس المندسين، زملاء الموتوسيكل اللي لسه شايفينه دلوقتي بيتحرق. حضرتك الموتوسيكل اللي اتحرق هناك ده هو يقرب لك؟ حضرتك هل انتوا كلكم ممولين من تاميركو او اي مكان صيني تاني؟ الناس اللي هناك دي طبعا نازله عشان تموت، فطبعا لازم ياخدوا فلوس على كده. يا جماعه انا بقلق من الناس اللي بتجري عليا دي. حضرتك معاكي ايه؟ معايا بخاخات حوديها للعياده في الميدان. انا عايز اعرف مين هو مصدر تمويلي؟ مصدر تمويلي طبعا امريكا على الموساد وايران. بس نحب نزود ولا بس طلعتي منهم بالحاجات دي؟ بس ده انت خايبه قوي، خايبه تقيله. حضرتك تعملي ايه هنا؟ بساعد ناس. حضرتك دكتوره؟ لا. ما جايه تعملي ايه هنا؟ بساعدهم. يعني بساعديهم. انت دكتوره؟ لا. امال انت منين؟ من هناك. ايوه. طب ايه اللي خليك تتطوعي تعملي شيء غير اخلاقي زي التطوع؟ عشان اساعدهم. ده شيء غير اخلاقي على الاطلاق. ماشي. حضرتك بقالك هنا قد ايه؟ الساعه 11. جيتي قبل كده؟ لا، اول مره. اول مره. هل ايه اللي خلاك تنزلي؟ عشان اساعده برضه. ايوه ايه اللي خلاك يعني؟ هل لما شفتي التلفزيون وعرفتي ان هم ناس بلطجيه ومدسين حبيتي تنزلي؟ طبعا مدام بلطجيه لازم اساعدهم. احنا معانا هنا ناس من التلفزيون الحر، عايزين نعرف ايه اللي حصل للموسيقى بتاعكم. براحتك براحتك، اهدى براحتك خالص. براحتك 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 براحتك. انا عايز اعرف ايه اللي حصل بعد لما هم يعني قلبوا الاستوديو، لقوا حاجه؟ بالراحه بالراحه، دور زي ما انت عايز. ورانا زي ما احنا عارفين طبعا ان كل اللي في التحرير مندسين، فعشان كده كلهم جايين يتبرعوا بالدم. زي ما انتم شايفين هنا في عربيه ناس من كل الطبقات بتيجي هنا هو تتبرع بالدم. مش بتاخدوا الدم ده تشربه؟ لا خالص خالص خالص. متاكد؟ متاكد طبعا. انت عارف الدم بتاعك ده بيروح فين؟ انا مش فاهم الناس الكلام ده ما بيجيش ليه في الاعلام. الناس بتركز بس على الاندساس بالفلوس، بس في اندساس تاني انت ممكن تتبرع بالدم. فغالبا الناس هنا جايه شرقانه دم. في للاسف بعض الناس المحرضين اللي بيقولوا ان في دكاتره اتقبض عليهم. فانا بما صفتك واحد من الميدان، انا عايزك تنفي الكلام ده. لا يا فندم، انا بنفي طبعا بس بطريقه تانية. هو مش قبض عليهم، هم اتسحلوا الاول وبعدين انضربوا. في ناس هربوا جم ساعدوا معانا هنا، وفي ناس استنجدوا بينا ودخلناهم في الجامع. في ناس مش عارفين هم فين لغايه دلوقتي. شايفين اليافطه اللي ورا دي اللي بتقول نقابه اطباء مصر؟ معنى كده ان حتى نقابه اطباء مصر، انا بس مش عايز اي بعد كده يقول ان اللي موجودين في الميدان دهوت مدفوع لهم فلوس. لان كمان اذا كان اللي موجودين بلطجيه كمان الاطباء مدفوع لهم فلوس. حضرتك بيعتقلوا الدكتور لما مثلا دكتور بيتصاب بيروح يكشف مثلا في المستشفى او كده بيعتقلوه. قول لي حضرتك ايه المحاليل اللي انتم بتستعملوها للهجوم على الشرطه؟ دي ازاز خميره بنجيبها من عند الممول الرسمي عم الدكتور محمود الفران. تمام. بيبعت لنا ازازه الخميره ديت لان لقينا ان الغاز الجديد الخل والبايبس اللي كان بيستخدم قبل كده اما بيجي ينزل تاني بيزيد الافكت بتاعه، فبقينا نستخدم خميره عاديه اهي دي من عند محمد الفران. اوكي. ممكن تتشرب. حضرتك كان يوم السبت كنت معدي رايح المعهد، لقيت المصابين قاعدين. فجاه لقيت واحده جت شتمتهم، واحده شكلها مش مظبوط يعني. بدأوا بيردوا عليها، دخل عليهم الامن المركزي ضربهم. دخلت بقف معاهم بحوش الامن عليهم، اتضربت في دراعي هنا الدغدغ. الناس كانت قاعده يوم السبت عادي، كانت معتصمين، كانوا ناس مصابين. ميدان التحرير يشهد تصاعدا للاحداث بين قوات الامن والمعتصمين.
وقت الأمن والمعتصمين في الميدان بعد عودة المعتصمين للتجمع في حديقة الميدان. وقد قام المعتصمون بإلقاء الحجارة على قوات الأمن في شارع محمد محمود وبجوار مبنى الجامعة الأمريكية، الأمر الذي دفع قوات الأمن إلى إطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. وأدت عمليات إلقاء الحجارة إلى تهشم واجهات مبنى الجامعة الأمريكية الزجاجية وإصابة عدد من المواطنين. احنا بنحاول ندور الحل ان شاء الله. احنا دورنا بقالنا سنه، ده بقالنا سنه ندور بدل ما بيعدلوها بيخربوها. كم واحد مات النهارده؟ اربعه النهارده وامبارح اتنين. ناس انت شكلك واحده بنت ناس ونظيفه وكده، ايه اللي يخليكي تنزلي وتتعبي؟ انت قاعده مستريحه في البيت. صحيح انا قاعده مستريحه في البيت، لكن لو البلد استمرت كده ولادي هيطلعوا حراميه زي اللي قبليهم، ومش ممكن انا هبقى كل تفكيري في نفسي وبس، وفي ناس مش لاقيه تاكل ومش لاقيه تشرب. فممكن جدا فعلا زي ما انت بتقول ارتاح واستفيد من النظام وكل حاجه، لكن انا رافضه اللي بيحصل في بلدنا، وانا مصريه قبل كل شيء. ولو هخاف الناس قبل ما اخاف ربنا واحط مصلحتي الاول قبل ما يعني قبل اللي ربنا بيامرنا بيه، يبقى انا ما استحقش اني اعيش. الشباب اللي هم حضرتك عندهم 16 و17 اللي هم الشباب الصغيره بيبقوا في المقدمه في شارع محمد محمود، الاطفال بترفع ايديها، الشباب دي بترفع ايديها وتقول سلميه سلميه. ضابط المباحث بتاع الداخليه سعادتك واقف مستسلم لهم، يعني نظام تنويم مغناطيسي، الجيش واقف في الاول بعديه ضابط الداخليه مربعين ايديهم كده، فالشباب من نظره عينيهم للضباط ان هم مستسلمين. الشباب بتقعد في الارض، يقوم جايين هاجمين عليهم بيضربوا بالخرطوش سعادتك في الوش، اول ما يقعدوا على الارض يركزوا بالخرطوش على الوش، بعد كده يقوم جايين ضربينهم بقنابل مسيله للدموع المسافه قريبه سعادتك، يخشوا الشوارع بيجروا في شوارع جانبيه بيعملوا عليهم كماشه، الجيش والداخليه بيحاصروهم من ناحيتين، يمسكوا الشباب ديت غير دولت، غير اللي بيجوا هنا دولت، دولت في بقى جوه بيضربوهم سعادتك العساكر اللي هم الامن المركزي القوات الخاصه دولت بيضربوهم سعادتك بالشوم الاسمر على الوش. ايدي ايه جت فيها طلقه، في جت هنا في رقبتي وكتف اتخلع بهدله، يعني الموضوع ان هم عايزين يستفزوا الناس عشان يقولوا ان احنا رايحين عند وزاره الداخليه نولعها ويبقى الناس الشارع يخسر، نخسر الشارع، مع ان الوضع غير كده. هم بييجوا يستفزونا عشان الناس تروح، وكل الشباب الموجوده شباب صبيانيه وعندها حماسه ثوريه زياده، وثلاث ارباع صحابهم وقرايبهم واخواتهم مضروبين، فما حدش يقدر يلومهم. احنا نهوت في الطريق اللي اتعمل عشان الاسعاف، الميدان فاضي خالص، الطريق فاضي خالص، وعاملين نهوت من اليمين ومن الشمال خط علشان الاسعاف وعربيات الاسعاف والموتوسيكلات تمشي فيه. محمد محمود هنا هوت ورايا، وتقريبا كل نص دقيقه يا اما عربيه اسعاف يا اما موتوسيكل شايل حد موديه على الميدان. ادي الموتوسيكلات جايه اهيت،
كل الناس ديت اساسا الموتوسيكلات اللي بيتقال عليهم بلطجيه ديت عباره عن الموتوسيكلات بتقوم بدور اسعاف شعبي زي بالظبط اللجان الشعبيه، عشان بس اللي بيقول الموتوسيكلات ديت بلطجيه، الناس دي هي اللي بتشيل الناس اللي بتقع هناك بتوديهم للميدان. مفيش اي مبرر لكميه العنف اللي بتتعمل ديت، ناس بتنضرب وبتتضرب غاز، بتنضرب رصاص، بتنضرب خرطوش، انا مش فاهم ليه. ده اسوء من اللي حصل يوم 28، اسوء من اللي حصل يوم 29، اسوء من اللي حصل من 18 يوم. انا مش انحني ولا بنتمي ليك يا زماني. دي حاجة محتملة يا جماعة، انا ولا اتولد فيك يا زمان. انا لغايه النهارده عليه مجرم ما بيعملش في شعب غير لغايه النهارده الكلام حلمي انا ازرع ورود. اللي بيحصل في البلد مننا ومن الجيش ومن الشرطة غلط غلط غلط. المفروض نعمل منطقة عازلة عشان الناس بتصورنا والناس بتتفرج علينا، دي فضيحة لمصر. الراجل ده مصري وده مصري وانا مصري، مصر بتفضح ليه؟ طفل موجوع وحاسس بالخطر. الحقيقة انا استعجلت نفسي قوي ان انا دخلت وما قضيتش جوه اكتر من نص دقيقة، يعني بساعة 3 دقايق على مدى الأربعة أيام الماضية تم ضرب كمية من القنابل تعادل ملايين وملايين من الدولارات، مما يعني إن فعلاً البلد فقرانة. اللي خلاكي تنزلي؟ أنت كنت قاعدة في بيتك، أنت نزلتي السبت ولا حد؟ أنا جيت يوم السبت الظهر، كنت معزومة هنا في التحرير عند خالتي عشان بنت خالتي جاية من السفر. لقيت الناس ملفوفين ملمومين مضروبين بالأمن المركزي، ودول اللي أنا مقابلهم يوم الجمعة ويوم الخميس المصابين كلهم اللي صعبوا عليا اللي مش واخدين حقهم. فلما الاقي 20 30 بنت واقفين السم جامد قوي في الاكل، هتعودنا بقى عمالين نغسل وشنا من السم، ما دام مليان غاز بعد كده هنبخر بالبيوت. انا بقى لما اشوف التلفزيون اشوف كده مربي دقنا كده اقول لك انت شكلك بقى اخوانجي سلفي عايز تقلب بقى وتجيب قندهار، ايه راي حضرتك؟ لا يا فندم، انا اعارض هذا. انا الحمد لله لي اصدقاء من اخواننا الاقباط في مصر، هاني حنا ومجموعة أقباط بلا حدود المحاميين، دولة مصريين وإحنا شعب واحد، وإن شاء الله لازم نتعاون في هذه المرحلة. ما فيش أي مسميات، والحمد لله إذا لاحظت دكتور إن الوقت ما فيش أي يافطة بترفع أي لافتة ولا منصات ولا منصات خالص. فهذا هو انت رايك ايه في التنظيمات والاحزاب والمجموعات اللي بره اللي هي بتلعب سياسه وسايبانا هنا؟ هو كلهم سقطوا في اعين الصغير قبل الكبير. الشيخ عادل صليب صح؟ اه صح. شكرا. وكمان هو الحقيقه هو انت انت انت, انت مسيحي مسلم قبطي ناشط وتراوي، فانت تهم لابسك لابساك صح؟ بس شيل ناشط عشان انا مش ناشط كسلان، انا بحب انام كتير بصراحه. قول لي اللي بيحصل في الميدان ايه؟ قولي الجبهات المفتوحه ايه؟ محمد محمود والفلكي ويوسف الجندي بنضرب فيهم طبعا، وبنضرب ضرب جامد جدا. يعني ليه بتنضربوا؟ ايه اللي يوديكوا هناك؟ عشان احنا لما رجعنا من يومين دخلوا ضربوا المستشفيات. فبالتالي انت لازم تحمي الناس المصابه. حضرتك يعني واحد شاف في البورصه صح؟ طب ومع ذلك انت بتيجي للتحرير هنا كل يوم مع انك في البورصه؟ طب انت مش خايف البورصه تقع؟ لا واقعه. الحقيقه انا بتجول في الميدان بقالي يومين ما شفتش اي حد، حتى الناس اللي عماله تقول انزلوا وانا في التحرير وانا موجود وانا معاكم. نفسي حد يصور، انا عارفه ان هم بيتعرضوا لمحاولات اغتيال كتير قوي زي ما بيقولوا، انا بس عايزه حد منهم باعترافاتهم باعترافاتهم. احنا عايزين ما يثبت هذا، نشوف حد يصور لقطه واحده من الميدان، اي قياده البشوات اللي بيتقاتلوا على الانتخابات، مين اللي هينتخبكم بعد احنا ما نموت؟ احنا هنا شعب
مش مسياسين، مش أحزاب، حتى لو القيادات مش عايزة تتواجد، أين أفرادهم؟ ينزلوا ينصرونا على دين. مجموعة من المواطنين عايزين يهزوا شجرة في ميدان التحرير، عايزين يقلعوها من جذورها. الشجرة مالها؟ كان إيه إحساسك والثوار بيهجموا عليك؟ كان يعني كان إيه نتيجة الاعتداء والاغتصاب ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنتوا جايبين معاكم إيه للميدان؟ قط. أيوة. جايبين مسكات ولبن ومية وبخاخات وخميرة. عصير قوي. وعصير؟ وعصير. ممكن أقطع. طيب. أنا جايبين معاك. شاش وقطن. في بزنس حلو قوي بيتعمل هنا في الميدان. أنت إيه اللي نزلك الميدان؟ لا مش ببيع أكيد. إيه اللي نزلك؟ اللي نزلني إن أنا شايف إن المعاملة هي بتاعت الشرطة. نفس قبل 25 يناير. نفس المعامله بتحصل، فنفس الفكر عايزين نغيره. احنا مصر واحنا لازم ننزل عشان نساعد بلدنا ونساعد الناس اللي في التحرير، فكلنا بنحاول نعمل نقدر عليه. يعني مشاعر فياصه بصراحه. بيتقال دلوقتي ان اللي في الميدان دول هم النخبه وهم بيفرضوا ارادتهم على بقيه الشعب. انا مشيت هنا لقيت من كل الاطياف، لقيت حد ناس حضرتك مستوى حضرتك، لقيت ناس سلفيين اخوان مسيحيين مسلمين من كافه الطبقات. انا عايز حضرتك تساعدني احنا نبحث عن النخبه. من النخبه؟ لا ما اظن يعني فنم ما اظن حتى التعريف ده. اظن انه في حاله، وهذه الحاله كانت عاوزه من المجلس الاعلى للقوات المسلحه انه يحسس الشعب عامه انه متدارك لما يحدث، واظن ده حصل امبارح مساء. وعاوز اضيف نقطه، يعني انت شايفني هنا في بدايه التحرير، لكن انا ضد انشقاق في الجيش. انا مش عاوز الجيش يبقى ننقلب انه يعني حتى منظر رائد او عميد في ميدان التحرير. وعلى قد ما هو على المستوى الإنساني ممكن يكون شخص متعاطف وخلافه، لكن في النهاية أنا عاوز جيش كعمود فقري لهذا الوطن. أنا مش عاوز ولا سوريا ولا عاوز ليبيا. أنا عاوز الجيش يبقى تحت قيادة واحدة، الجيش يبقى كالعمود الفقري لمصر، لأنه هو ده الضمانة الوحيدة لانتقال مصر من اللي احنا فيه للديمقراطية. ومع ذلك ده ما منعكش أنت تيجي وتساند الناس اللي في التحرير، لأن أنت ضد العنف اللي حصل للمتظاهرين. يعني أظن أنه الناس جزء منها العنف، جزء منها انك تعاوز المسار يرجع لتحديد مواعيد ورئيس وزراء مستقل وشخصية يقدر يبقى عليه بعض الإجماع في البلد. لكن أنا ضد أن القوات المسلحة ومش يعني وحتى لا يجب في رأيي أن القوات المسلحة تبقى داخلة في أن هي اللي بتوصل البوتاجاز للبتاع، لأنه هذا يعرضها للمساءلة. وليه؟ أنا عاوز القوات المسلحة تعمل دورها الأساسي في هذه المرحلة الانتقالية، وهي حامية لهذه الشرعية الدستورية أو الثورية متأسف، لغاية ما توصلنا للحالة الديمقراطية. لكن أنا ضد كمان إنه يبقى الجيش منقسم، ضد وأنا عارف إنه بعض الناس اللي هوت من الفرق بيتفرجوا عليا دلوقتي قاعد زعلوا، ضد إن المشير يمشي. مش موضوع أنا في رأيي مش موضوع مشير أو مش مشير، موضوع هو هذا هو الجيش. مش عاوز أخش في احتمالات انقسام داخل الجيش، لأنه ده في مصلحة الوطن. الموضوع مش موضوع شخص، المشروع مؤسسة يجب أن تحمى وهي المؤسسة العسكرية. أنا بابايا لواء شرطة سابق اتحال على المعاش في شهر 8 وما يعرفش أن أنا باجي التحرير. هيعرف دلوقتي. هيعرف دلوقتي. هاي بابي. أنا مش فاهم الناس اللي خايفة من أهلها ده. يا ثانية. ألو ماما. الموضوع بالنسبة لي مش عملية مين يمشي ومين يقعد. أنت ممكن تكون في ناس معتصمة في الميدان وناس موجودة بتتظاهر في الميدان، وده حقها في أي حتة في الدنيا، لكن أنا مفيش أي مبرر للعنف الغير مبرر وكمية الضرب وكمية القتل اللي حصلت ديت. ممكن تختلف مع الصوال مع المتظاهرين، بس أنا ضد أنت تقول أن دول ناس جواسيس واخدين فلوس تقبض على الرايح واللي جايب تهمات مضحكة. يعني أنا مش فاهم، إحنا ما متعلمش. يعني الإعلام عمل كده هوت في ماسبيرو وبيعمل كده تاني في التحرير. قال الأول على ماسبيرو إن هم حبة أقباط عايزين يخربوا البلد. طب واللي موجودين هنا إيه؟ نخبة؟ أظن إن إحنا النهاردة شفنا ناس من جميع الأطياف. نخبة إيه؟ شعب مصر كله موجود هنا. نخبة إيه اللي هي عايزة تمشي كلمتها على بقية البلد؟ أنا بعد كده اللي هيقول لي بعد كده الميدان التحرير ده مليان نخبة، أنا عايزه يعني ينزل هنا ويتفرج ويبص مين النخبة فعلا. ناس غلبانة وناس بسيطة وناس محترمة وناس معاها فلوس وناس مش لاقية تاكل. هو ده الميدان. غير كده هوت مش عايز حد يقول لي نخبة، مش عايز حد يقول لي ان الناس دي. اي حد يخش ويخوض التجربة دي بعد كده يتكلم، بس وانت قاعد في البيت بتتفرج على التلفزيون ارجوك يعني فلتقل خيرا او فلتصمت. شكرا.